الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوف مجلسنا المبارك، مجلس الخميس الثقافي، هذا اليوم الذي يلقي فيه الأستاذ المفكر إبراهيم العجلوني محاضرة بعنوان إعلامنا والتحليل السياسي، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الهدى للعرب خاصة وللعالمين عامة، عليه صلوات الله وسلامه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين من صحابة وأهل وآل بيت وسائر المهتدين. أيها الإخوة الكرام، يسرني في مستهل هذا اللقاء أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور مثنى حارث الضاري المجاهد ابن المجاهد، وإلى هذه الثلة من الناس الطيبين أهل العراق، العراق الذي يشكل حلما لهذه الأمة، شكل وما زال يشكل حلما لهذه الأمة. والحقيقة ابتداء أحب أن أنوه بأن هذه الكلمات أو هذا الحديث منطلق من تجربة مرة عشتها على مدى تقريبا نصف قرن من الزمان، فأنا الآن أدلف إلى 72 من عمري، وهذا يعني أنني أستطيع أن أطمئن إلى أن ثمة نصف قرن من الزمان قد مر بي أو مررت به، وأن ثمة معطيات ومنجزات خلال هذه الفترة وتجارب ومرارات ومثلات هي التي أثمرت هذه الصفحات. فإذا كان ثمت مرارة فيها أو ثمت أسف بالغ للواقع الذي نعيشه فهذا هو أصل ذلك. عنوان هذه المحاضرة إعلامنا والتحليل السياسي. وضعت عنوانا آخر بعنوان إجمال مقتضب، لأن كل صفحة من هذا الكلام يمكن أن تبسط في صفحات كثيرة. التحليل السياسي فيما ينبغي أن يكون عليه يتجاوز معنى التعقيب على الأحداث أو الانفعال بها أو التحاذق حول حيثياتها أو الثرثرة المتعالمة حول دلالاتها القريبة في حدود ما يظهر منها بادي الرأي، إن كان ثمة اليوم ما يستبين أو يستعلن أو يمكن الخلوص في شأنه إلى شيء من يقين. التحليل في الصورة المعيارية التي نرى منهج في فهم الوقائع قائم على أصول علمية وفلسفية وتاريخية واجتماعية ونفسية وما شئتم بعد من خبرات وتجارب ومثلات. ولقد يحسن بنا ابتداء توكيد أن الواقع الذي هو موضع التحليل لا تبين حقائقه من أقرب سبيل ولا لأول السير والتحصيل، وأنه أشبه شيء بالكرة المطاطية ذات الجرود السبعة، إن أمكن الاطلاع على واحد أو اثنين منها عميت عليك بقيتها، ولا سيما تلك المصاقبة للمركز المحيطة بأسراره. ولقد يجرنا الاستمساك بهذا التصور إلى تقرير أن معظم ما نسمع ونشاهد اليوم تحت عنوان التحليل السياسي لا يعدو كونه ضربا من التخمين الذي قد يكون ساذجا بحسب ما نبلو، التخمين فيما ينبغي أن نكون منه على أعمق الفهم وأدقه، وأن نكون في أعلى درجات المسؤولية الأخلاقية عند مباشرته. كما قد نفيد من هذا التصور في تقريري أن ما يتذاكى به بعضهم من فذلكات عما يسمى الحكومة العميقة مثلا لا يتجاوز في أقصى التفاؤل تلك القشور المسموحة بالاطلاع عليها، وحسبك بالركون إلى مثل ذلك حيرة وارتيابا وضربا في العماء. ونحن إذ نقدم هذه الدباجة بين يدي موضوعنا
لن نعدم في من نحترم رأيه. من يرى أن الاستماع الدائب إلى نشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية، ونضيف هنا وسائل الإعلام الاتصال الجماهيري، قد يكون موحيا للكاتب السياسي بأن ما ثم صغيرة ولا كبيرة إلا وهو مطلع عليها أو قابل لأن يطلع عليها، وأنه قادر بسبب من ذلك، قادر بسبب من ذلك وبشيء من مسلماته ومطلقاته على أن يحلل الأخبار ويعللها وأن يرتد بالأشياء إلى مكامنها في استراتيجيات الدول وتكتيكات أو أحابيل الدبلوماسيين. ونحن لا نجادل في أهمية هذا كله، ولا نغض طرفا عنه أو نضرب عنه صفحا في حال من الأحوال، ولكننا نراه الجزء البارز من جبل الجليد لا غير، ونحاول ما وسعنا الجهد أن نعود بالخطوط الظاهرة فيه وبالتعرجات المرقومة على ما نراه منه إلى مضانها في عمق التاريخ وإلى الأغوار السحيقة العميقة وراءها. فلرب خبر طارئ يرد في سياق عجلان لا يمكن فهمه حق الفهم واستيعاب دلالاته إلا إذا عدنا على آثارنا أزمانا واستحضرنا وقائع غابرات وتتبعنا ألوانا من المعارف والمخزونات الشعورية والعقلية، حتى لا يمكن القول إنه لا مفر من العودة بكل ما يجري في دنيا السياسة اليوم إلى صراع الأفكار في أنساقها الحضارية المتمايزة، الأمر الذي يؤكد ضرورة تمتع الكاتب السياسي بثقافة عميقة متعددة الأبعاد، وأن لا يكتفي بالمعطيات الآنية للأحداث ولا ما في الإخبار عنها من تلبيس مقصود أو غير مقصود. وإذا كان الاستقراء كفيلا بإظهارنا على ما ينفسح من مسافة الخلف بين ما نقرأه أو نشاهده من ألوان ما يسمونه التحليل السياسي في إعلامنا العربي وبين ما نأمله أو نتطلع إليه، فإن معظم التحليل قائم فيما قد يخلص إليه من ينعم النظر على ما يلي. أولا، معلومات جديدة لا يعرفها الشارع أو تغيب عن الوعي العام، وذلك لاستغلال عنصر المفاجأة ولضمان الذهول عن ضعف التحليل وقصوره. ثانيا، دروشة أيديولوجية ذات طابع ميلودرامي أو رومانسي قاتم حول هذه المعلومات التي قد ينفرد بعض الكتاب بحظوة الاطلاع عليها. ثالثا، تملق متفاوت في النجح أو في الإخفاق لغفلة الخاصة والعامة من خلال الحذلقة والتشادق وألعاب الخفاء والتجلي، أو من خلال توظيف متذاكن للألفاظ والأمثال الموغلة في المحلية وسائر ضروب الاستعباط. رابعا، اللهاث الدائم خلف الأحداث وفقدان الرؤية المستقبلية أو القدرة على الاستشراف، إضافة إلى ضعف الحس التاريخي وغياب الأبعاد الحضارية. خامسا، الميلان مع رياح الحكومات حيث تميل دون امتلاك الحد الأدنى المعقول من الاستقلالية واحترام الذات. ولقد تأدى ما سبق ذكره على وجه الإيجاز هنا إلى تمترس كثير من ممثلي الأيديولوجيات المنهارة في صحفنا وفضائياتنا ومؤسساتنا الإعلامية وكذلك الثقافية، وصار لهم خطابهم السياسي السائد من خلال أجهزة مفهومية التقطت بعد سقوطها في مجرى الزمن وبعد أن تجاوزتها الأفهام والأذواق وأعيد توظيفها بذرائعية ينطبق عليها معنى الآية الكريمة ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فكان للأمة من ذلك ألوان من تزوير الوعي ومن الكتابة الباهتة التي لا تنطلق من فلسفة أصيلة أو فكر سياسي متماسك أو من مهارات تحليلية إجرائية في أقل تقدير.
ولقد أفضت هذه الهيمنة التي أتيحت لفلول الأيديولوجيين إلى هيمنة منح واحد مضطرد في التفكير، وإلى تصادي الأصوات في أفق محصور، وإلى قاموس واحد، بحيث آلت هذه الواحدية لونا من الإرهاب الفكري الذي تشكل بتواطؤ ذرائعي مع فساد واقع السياسة وهمالتها واضطرابها بوجه عام. ولقد استمرأ السادة الأيديولوجيون هذه الحالة من تردي الأوضاع جملة ونقوص الوعي، فجعلوها مبررا لسقوطهم الأخلاقي والمعرفي. فطالما أن وعي الجماهير في عماية عنهم وفي غفلة عما يأتون ويدعون، وطالما أنهم أصلحوا الأدوات في ألعاب السياسة وأكثرها ملائمة للاصطناع والانتفاع، فإن هذه الفلولة سعيدة بالجهالة الخاصة والعامة، تواطئها الأولى بقصر نظر وعدم مسؤولية، وتصفق الثانية لحواتها الماكرين أو لدراويشها المساكين، وما ثم زيادة عندهم فوق ذلك لمستزيد. من هنا فنحن لا نعجب من تجافي الوعي العام في أمتنا، وهو وعي منهمك بهموم فوادح ثقال. لا نعجب من تجافي هذا الوعي عن النداء الملح الذي من فك يوجهه إليه رجال الإصلاح الحقيقيون ورسل الوعي الأصيل الجديد في آن. فشأن هؤلاء الرادة الغيارة هو نفسه شأن زارا في رائعة فريدريك نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، التي ترجمها فيليكس فارس في ثلاثينيات القرن الماضي تحت إشراف أديب العربية الأكبر في الأزمنة الحديثة مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، حيث نرى زارا الحكيم يهبط من الجبل محملا بالمعرفة والمحبة لبني قومه، ليجدهم وهم أولى الناس بانتظاره ذاهلين عنه بمتابعة بعض المهرجين وهم يتراقصون على الحبال. لقد انتصر المهرج الدجال على الرائد الذي لا يكذب أهله، وانتصر في غمرة الغباء والجهالة والتسفل الأخلاقي الوعي الزائف على الوعي الحقيقي، وذلك في المستوى المنظور للأشياء، ذلك المستوى الذي يعول عليه السادة الأيديولوجيون وهم يتقلبون في حضيض واقع مأزوم هم ولدانه المدللون، وفي ظلمة واقبة هم خفافيشها. أما في مستوى البنية العقدية للأمة، وفي مستوى البنية الشعورية، وفي مستوى الوعي التاريخي الممتد أحقابا، فإن ثمة قوى شتى تمور، وهي ما تفتأ ترسل ببوادر وعلامات ونذر وبشارات، وهذه البشارات مزعجة لهؤلاء الأيديولوجيين وبشرهم بعذاب أليم. هذه البشارات إلى المستنينين إلى الأسطح الخارجية والمظاهر المتقلبة، وهي نذر وبشائر تنعكس في وعي هؤلاء الراعب ويلا وثبورا لما غاب عنهم من أن للأمم والشعوب خصوصيات عقائد وقيما وأخلاقا لا تصبر كثيرا عنها، خاصة في اللحظات التاريخية الحرجة وفي منعطفات الصيرورة الحادة، حيث يتساقط الضعفة المفسدون المهازيل ويستمسك بالعروة الوثقى أهلها الأصلاء الحكماء. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وعلى الجملة فإن بإمكاننا القول إن الغباء العام مرتع خصب لكل غباء نسبي، وإن أكثر ما نرى من ذلك متوافر في الإعلام والصحافة والثقافة، حيث لا موازين ولا مرجعيات معرفية معتبرة أو أخلاقية، وحيث يمكن لذرائعي صغير من شطار الكتبة أن يتقلب بين المواقع والاتجاهات والسياسات فيصبح بيضة القبان في حوار الطرشان، كما يمكن للاعب سيرك متواضع القدرات أن يسوق بضاعته المزجاة
على الخشب المسندة التي اتفق أن ملأت المكان، ويمكن لديك أعجف غير فصيح ولا مليح أن يمارس أعاجبه وهو مطمئن إلى صيحات إعجاب نظارته الذاهلين. تلك كلها مشاهد من بلهنية الغباء النسبي في مراتع الغباء العام أو الجهالة المطبقة التي ألقت بجيرانها في غيبة الحكماء والعقلاء والأخلاقيين الذين لا تقوم قائمة لمجتمع عفي إلا إذا مكنوا منه تمكينا، أو في أقل تقدير لم يدفعوا عن مواقع التأثير فيه، ومن ذلك الإعلام والصحافة والثقافة دفعاً، ولم يقهروا على الصمت الكظيم بطرق شتى وأساليب متباينة ومكر كبار. نقول هذا منطلقين من اعتقاد أن الحق مرجع، والدين أو التوحيد مرجع، والوطن مرجع، والأخلاق مرجع، مع ملاحظة أن هذه المراجع التي هي أسس الحياة الكريمة هي آخر ما ينادى عليه في هذه السوق الصاخبة التي يزدحم فيها البائعون والمشترون والمساومون، والتي تتكثر فيها البهارج والزيوف وألوان المخادعات. كما نقوله ونحن نرى إلى سين أو صاد من شطار الكتبة ومغامري الإعلام وهو يختلف إلى عتبات هذه الجهة أو تلك، متخذا لكل عتبة لبوسها ومبديا لها المنطق الذي يلائم أغراضها، عارضا خدماته ومهاراته مضمونة الأجر عليها، مطمئنا كل حين أن له من نسيج الفساد أرجوحة يرجحن بها ومهادا، وأنه لن تنكشف حاله من قريب، وأن له من هشاشة المفسدين عمادا وأوتادا، ساء مثل القوم الفاسقين. كلام نقوله ونحن موقنون بأنه لم يعد في قوس الاصطبار على الفساد والمفسدين منزع، كما نقوله بصفة كونه بعض أكثر المسكوت عنه خطرا في حياتنا الثقافية والسياسية، أو بصفة كونه أول ما نصدع به إذ حضر أوانه ولا يجوز التخافت به بحال. أيها الإخوة الكرام، هذا الكلام قد يبدو فيه حدة أو شيء من العاطفة، ولكن الحقيقة هذا شيء أثمرته التجارب، وأستطيع يعني لو سمحتم أن أقول إن فلول الأيديولوجيين في العالم العربي، ولا سيما أولئك الذين ينطلقون من المادية الديالكتيكية أو من العلمانية الملحدة أو من القومية غير الراشدة أو من عروبة أبي لهب وليس من عروبة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم قد تسللوا إلى مواقع القيادات في الصحافة والثقافة والإعلام، وكيف أنك تجد في بلد لا نريد أن نسميه رؤساء تحرير لأكبر مجلة في البلاد متتابعين شيوعي بعد شيوعي بعد شيوعي، كيف تجد أن هناك مستشار تحرير مستشار ثقافي في كبرى الصحف أيضا شيوعي، كيف تجد أن المسؤول عن الانتخابات شيوعي، كيف إذن هذا كأن ثمة تحالف بين هؤلاء الفلول الأيديولوجيين وبين الفساد والعفن الذي في بنية الحكومات العربية. يعني هذا الأمر لفت انتباهي فجعلت الكلام مقتصرا حوله، يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين. شكرا سيدي. جزا الله خيرا الأستاذ إبراهيم العجلوني على هذه المحاضرة القيمة، ونفتح باب الأسئلة إن وجدت. محاضرة ركز على الابتعاد عن المراجع الخمسة اللي هي الأساس سماها في محاضرته، وهي التي يجب أن ينطلق منها المحلل السياسي، ولكن هناك أساسيات أخرى حقيقة هي أهم من هذا، هو غياب المرجعية العلمية الدقيقة. الاضطراب العربي والإعلام العربي يفتقد إلى المصداقية في الطرح بشكل عام، وكما أشار السيد المحاضر أنه يتبع ولي الأمر بشكل أو بآخر، بالتالي يكون تابعاً وليس السلطة الرابعة كما يجب أن تكون. المهم في ما نراه وما
نعانيه حقيقة هو الذي يتحدثون في منطقة التحليل السياسي هم بعيدون عن السياسة في هذا الواقع إلا من رحم ربي. الشيء الآخر هو الذي يقول الحق أيضا موقعه في هذه المحاضرة أو غيرها من العربي نراه ينزوي أو يزوى على جنب لأنه لا يتفق مع الخط العربي. هل لدينا إعلام عربي هادف في المنظومة العربية؟ السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ الكريم. الحقيقة أننا حين نجعل من الدين مرجعا ومن الخلق مرجعا ومن الوطن مرجعا فهذا بالضرورة يتضمن ويشتمل على المعنى الذي ذهبت إليه حضرتك، لأن حين يكون إنسان عنده تقوى ولا يقف ما ليس له به علم ويتبين الأشياء ويذهب من عين اليقين إلى حق اليقين هو ملزم بهذا كله، بهذه الخلفية وبهذه المرجعية، ملزم أن يكون متحريا للحقيقة. لا يزال أحدهم يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فنحن في عالمنا العربي وفي إعلامنا العربي في فقر مدقع لهؤلاء الصديقين. لا أحد يصدق، كل منهم يمضي على هوى معين، ثمت مراجع، ثمت مفاتيح، ثمت من يسمح له بفتح الفم أو إغلاق الفم، ثمت إشارات. الآن أي حدث يجري في العالم لا يكفي أن نعتمد على هذا الخبر حين يأتينا من خلال وكالات الأنباء، لأن كل وكالة ترسل الخبر بهواها، هوا حكومتها أو هوا الجهة التي يعني توظفها. نحن لا يصلنا خبر يقين. يعني أقول لك يأتيك بالأخبار من لم تزود الحقيقة، لا أحد يأتي بالخبر خبر يقين في الأشياء. تأتي الأخبار ملتبسة بتوجهات أو بتوجيهات. فإحنا بحاجة كما قال ابن خلدون كيف التاريخ تحقق الإنسان منه، ونحن بحاجة أيضا إلى أن نفعل وسائل الجرح والتعديل وتناول الأحاديث. يعني هذا منهج مصطلح الحديث أنا برأيي هو خير منهج في تحري الأشياء. لماذا ونحن الأمة التي صدر عنها مثل هذا العلم في التدقيق والتحقيق لماذا نتنكبه ونتجافى عنه، في حين الغرب الآن يعني في ظاهر أمره عنده مصداقية في الخبر، وإن كان ثمت طبعا ميول ورغائب في توجيه الخبر إلى مقاصدهم. نحن أمة التدقيق وأمة التحقيق وأمة الصدق وأمة التحري لا نشتغل في هذا. وللأسف جامعاتنا لا تهتم حتى في أقسام الإعلام لا تهتم بتخريج جيل له قدرة نقدية على مواجهة الأحداث بالتحليل والتعليل وعدم الخضوع لهذه البالونات المتطايرة في الهواء لتصرف الوعي عن حقائق الأشياء. شكرا لك. تفضل أبو. شكرا للأستاذ المحاضر على هذه القطعة النثرية الأدبية الراقية التي تضمنت مصطلحات مفجرة للفكرة، منها دراويش الإعلام ومنها مراوغو الإعلام ومنها مغامرو الإعلام. حقيقة استمعت إلى هذه المحاضرة وشدتني منذ بدايتها، وأقول أن الأخبار ثلاثة: خبر مبلل وخبر مموه والثالث صحيح قد يكون منزويا في زاوية من زوايا ركام الأخبار التي تنزل على المتلقين. نحتاج إلى تحليل أو المحلل أن يكون يعني ينتمي إلى فكر ناضج، لا أن يخوض في الواقع. الخوض في الواقع مدعاة إلى الضلال، مدعاة إلى الانغماس فيه والخداع. كثير من المحللين اليوم يقتطف من هنا خبر ومن هناك خبر ثم يربط بينهما فيحسب أن هذا تحليلا وهذا محض خداع. نحتاج اليوم إلى محلل مفكر، محلل منتبه. حضرتك أشرت إلى المبدأ الشيوعي، لكن ما نعانيه اليوم حقيقة نعاني من محللين لا منتمين.
تدفع له القناة يحلل كما تريد، يعني وفق السياسة التحريرية للقناة. شكرا لكم. شكرا أستاذ الكريم. الحقيقة هو احنا ضربنا مثلا بفلول الماركسيين إذا صح التعبير، لأن ثمة قناعة عند بعض الناس، ولا أدري كي على أي شيء بنوا هذه القناعة، بأن بالضرورة الشيوعي هو إنسان متقدم والآخرون رجعيون، في حين أن الماركسية وهي يعني وريثة للفكر الهيجلي، الجدل الهيجلي وهو جدل لاهوتي بامتياز، هي لا تختلف في دروشتها وفي لاهوتها المادي عن لاهوت الفكرة عند هيجل. وبالتالي أنا أحببت أن أشير إلى أن هؤلاء يعني يلبسون على الخلق بأنهم تقدميون والآخرون رجعيون. ويعني وكنت قلت هذا في لقاء مع الأستاذ محمد نصيف قبل فترة، الروح الإنسانية هي التي تقود الإنسان في طريق التقدم وليست المادة. المادة تهبط به إلى الأرض بالعكس وتجعله يعني مكبلا. لكن بالعودة إلى الأصول، الجدل الهيجلي اللي يعتبرونه هو يعني المهماز في بعض أفكارهم هو جدل لاهوتي، لأن هيجل كان يدرس في شتوتغارت، في توبنغن كان يدرس، يريد أن يكون راعي كنيسة أو شماس أو شيء من هذا. والقضية التي كانت تؤرق اللاهوت المسيحي عموما هي كيف لنا أن نجد معادل منطقي لواقعة السيد المسيح. فجاءت خطوات الجدل الهيجلي الثلاث، وعفوا أنا هذا يعني أقول هذا لأنه يعني ملزم بأن أوضح هذه الفكرة. خطوات الجدل الهيجلي الثلاث جاءت أن الطرح الرئيسي هو الله سبحانه وتعالى أو الفكرة، والمقابل المضاد لها هو الإنسان الفاني، الله سبحانه وتعالى اللا محدود اللا نهائي، مقابل الإنسان الفاني، والكمبرومايز أو الوسط بينهم هو المسيح اللي هو نسوت لاهوت في آن. هذه قرارات مجمع نيقياس عام 325 للميلاد، وهذه القرارات هي أساس اللاهوت الكنسي الذي تمثل في الثلاثية الجدلية تبع هيجل. ثم جاء ماركس وأخرج الفكرة، ولا أخرج الفكرة الله سبحانه وتعالى وأبقى المادي ومطلق المادة. فهؤلاء الماركسيون يظنون أنهم تقدميون، والحقيقة أنا من المنادين بأن هذه الرجعية الماركسية، الرجعية المادية. إذا كان لأحد أن يقول أنه مع خط التقدم فهو المسلم فقط. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز كل يوم هو في شأن، وإذا كان للمرء أن يتمثل أسماء الله الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى فعلى المرء المسلم أيضا أن يكون كل يوم هو في شأن، وبالتالي التقدم الحقيقي في هذا العالم هو المسلم. فلذلك أنا لأن بلوت من هذا الحضور الكثير والهيمنة على الصحافة والإعلام وكذا في واقعنا، فيعني تجد هذه المرارة مع هذا يعني التأكيد على هذا الدور السلبي لهؤلاء الأيديولوجيين. شكرا سيد. شكرا على هذه المحاضرة العلمية القيمة أستاذ. وأود أن أعقب بالقول أن الانفلات الإعلامي الذي وقع في بلادنا في البلاد العربية منذ 15 عاما قد خلط الحابل بالنابل، وجعل القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي تستبيح كل شيء في طروحاتها بما فيها الطروحات السياسية. ولذلك يعني المفروض من أجل وضع حد لهذه الهجمة أنا أسميها الإعلامية الخطيرة التي أضرت بمجتمعاتنا، لابد من العودة إلى ميثاق الشرف الإعلامي. ميثاق الشرف الإعلامي الذي وقعته الدول العربية في أواخر القرن العشرين قد أكد على الكثير من القيم التي يجب أن تلتزم بها الإذاعات والمحطات التلفزيونية في الوطن العربي، إلا أننا الآن لا نتمكن في ضوء هذا التعدد الكبير للفضائيات وغيرها من أن نسيطر على كل إدارة تلفزيون أو كل إدارة إذاعة أو مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه أصلا نحن نروج يعني بلادنا تروج النايل سات
والعرب شات هي أقمار تبث هذه المحطات الإذاعية بمختلف اتجاهاتها بما فيها المضرة والمفيدة وبما فيها الموضوعية وغير الموضوعية. ولذلك عالجت بعض الدول مثل ماليزيا هذا الأمر بأنها لم تسمح بوجود الصحن على السطح، وإنما هناك شركة بالإمكان الاشتراك بها وتقديم باقات سواء في السياسة أو في الدين أو في الرياضة أو في غيرها وبما لا يضر المجتمع في قيمه. احنا الآن مشكلتنا الآن أن قيمنا وتقاليدنا، قيمنا الدينية وقيمنا المجتمعية وكل القيم اللي قام عليها مجتمعنا العربي الإسلامي قد بدأت تتفكك أمام هذه الهجمة الرهيبة اللي يقودها المجتمع الغربي واللي يقودها المجتمعات التي تريد أن تجعل من مجتمعاتنا عبارة عن مجتمعات شظايا. ولذلك لابد من إيجاد حلول، أما أنه نتوقع من المحللين السياسيين أن يلتزموا وكل واحد يمثل اتجاه وكل واحد يأتي إلى قناة أو موقع تواصل اجتماعي أو إذاعة ليتحدث، فمن الصعوبة أن السيطرة على هذا الأمر إلا إذا أصبح هناك ميثاق شرف ممكن أن يلتزم به الجميع وأن يكون هناك التزام حقيقي وليس مجرد توقيع أوراق. وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ الكريم، بارك الله فيك. حقيقة لقد أشرت إلى فاعلية الفضائيات في تفكيك القيم العربية والإسلامية لأجيال متتابعة منذ 30 عاما أو أكثر. هناك مجموعة روتانا وأخواتها، وهناك NBC وأخواتها، وهذه مدعومة وممكنة وتدفع مليارات الدولارات من أجل أن تمضي هاتان المجموعتان في تحطيم القيم العربية الإسلامية في أذهان وأخلاد ونفوس أجيالنا الجديدة، وليس في المقابل هناك محطات مضادة لها أو تشتمل على أناس لهم بصيرتهم ورؤاهم واستراتيجياتهم في مواجهة هذا كله. أنا أعتقد أن نحن بحاجة إلى يعني نهوض في القدرة النقدية التي يتمتع بها الإنسان المسلم، وبخاصة إذا انطلق من علم الكلام الإسلامي ومن المنطق ومن مشكات القرآن والحديث النبوي وأصبح له قدرة على مواجهة الأفكار. نحن الآن نبيح لبعض طلبتنا في الجامعات أن يكونوا حزبيين وأيديولوجيين دون أن يفهموا أي شيء في هذا الواقع الذي أمامهم ودون أن يمتلكوا القدرة النقدية على محاكمة الأفكار. فنحن أستاذي المشكلة متعددة الجوانب، ليست فقط في الفضائيات ولا في مناهج التربية ولا في الجامعات. يعني الآن للأسف لا يوجد أي درس حقيقي لعلم الكلام الإسلامي في الجامعات. توجد بعض المعلومات حتى الطالب يعني حين يخرج يعني نوع من طرد العتب من أجل أنه له عنده معلومات عن هذا الأمر وأخذ فكرة عن الجويني ماذا قال في بعض الأحيان أو الباقلاني أو الآمدي أو الغزالي، ولكن لا أحد قد استبحر في هذه الموضوعات بحيث تشكل لديه قوة نقدية على مواجهة الأشياء سواء كانت أحداث أو أفكار أو فلسفات أو اثمارات أو شيء. الآن الغرب هذا الذي يتمتع يعني تتمتع شعوبه بالسذاجة بالغة. أنا العربي عنده فراسة يا سيدي، العربي يستطيع أن من خلال نظرات بسيطة يستطيع أن يعرف أين وجهتك وما هي طبيعة تكوينك النفسي. الله سبحانه وتعالى هذا يمكن الصحراء لها دور، يمكن الطبيعة لها دور، وهذه نعمة من الله. نحن أمة نريد فقط الإرادة، وأنا أعزو كل ما نحن فيه إلى الهمالة السياسية، وهذا مصطلح كتبت فيه كثيرا، ولو عندنا إرادة سياسية حقيقة لفزنا. العراق الشقيق رحم الله صدام حسين كان صاحب إرادة وكان يريد أن يخرج علماء عراقيين فخرج، وهناك الآلاف من العلماء العراقيين.
الآن لماذا لا يوجد أي توجه من أجل تخريج علماء في مصر أو في الأردن أو في سوريا أو في أي مكان عربي؟ فقط نخرج رقصين ورقصات وناس يعني من أجل الترفيه. الآن نقوم بإنشاء مدن للترفيه، لكن لا نقوم بإنشاء جامعات تخرج علماء كلام حقيقيين قادرين على أن يدافعوا عن هذا الدين وعن هذه الأمة وحياضها. ما قلته صحيح يا أستاذ الكريم، لكن أنا باعتقادي المسألة أبعد من ذلك ومتسعة، وللسياسة دور كبير فيها، أقصد لزعماء الأمة أو من نراهم زعماء للأمة. وشكرا. هذا اليوم حضور مبارك، ونشكر جميع الإخوة على تشريفهم لنا في هذا الخميس في هذا المجلس، وهذه شهادة على أن الموضوع اليوم كان موضوعا مهما وحساسا، ويمثل طموح كثيرين في الاستماع إلى هكذا موضوعات جادة وعميقة. ومن أفضل من الأستاذ إبراهيم العجلوني، قامة فكرية معروفة، المحب لبلده ولأمته وللعراق، وكتب كثيرا من الكتب والمؤلفات التي تعرض فيها لهذا الحب والوله والعشق للعراق. الأستاذ إبراهيم أنا لا أزكيه هنا، ولكن أنطلق من الشخص إلى الحالة العامة، وأدخل من خلال كلام الأستاذ الدكتور محمد مظفر الأدهمي. نعم، هناك مشكلة كبيرة جدا، هناك تجاوز لكل رفيق الشرف على كل المستويات، الشرف السياسي، الشرف الإعلامي، بل الشرف نفسه أيضا. للأسف نحن نعيش في عصر غير منضبط تماما. ومن هنا أنا أنتقل من شخص الدكتور إبراهيم ليقول بأن هكذا شخصيات يجتمع فيها الهم لهموم الأمة والسعي لإصلاح الحال ما أمكن، والقدرة على استلهام التراث وصوغه بوسائل وطرائق حديثة تصل لكل المتابعين، والانفتاح على كل الثقافات وعلى كل الاتجاهات. هذه الشخصيات العلمية بدأنا نفتقدها في هذا الزمن، بدأت تقل. البركة والحمد لله موجودة في كثير من الإخوة الحاضرين، ولكن هذا يدفعنا إلى أن الحقيقة التي ذكرها الأستاذ إبراهيم وأكد عليها الإخوة المعقبون للأسف حقيقة ماثلة. ومهما دعونا إلى الإصلاح ولا إعادة امتثال المواثيق وإصلاح الخلل الإعلامي، لن نصل إلى النتيجة المرجوة، لأنه سابقا كان هناك سياق عام سليم، وهناك أخطاء هنا وهناك، هناك شذوذ هنا وهناك، هناك ابتعاد عن الشرف هنا وهناك. الآن أصبح للأسف الشذوذ والابتعاد عن الشرف وعن هموم الأمة هو الأصل. أصبح لذلك نحتفل عندما نجد شخصية علمية فكرية مثقفة إعلامية سياسية ما زالت محافظة على ثوابتها. فأنا هنا لا أدعو، وإنما أقول أن الأمر تغير، وأنه لا بد لنا من النخبة القليلة الباقية المتثبتة أو المتشبثة بهذه الثوابت أن تعمل ما استطاعت على إيجاد نماذج جديدة من شباب الأمة. وكثير من شباب الأمة والحمد لله متطلعون إلى هكذا أفكار وإلى هكذا قيم، لكن لا يجدون الأيدي التي تمتد إليهم. فإذا سلاحنا أو علاجنا هو ليس الدعوة والإصلاح، وإنما إنشاء نماذج وإن كانت قليلة، وفسح المجالات لها، رغم أن المجالات أيضا قليلة كوسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي وما إلى ذلك. ولكن عندما تظهر، إذا استخدمنا مصطلح السوق، عندما تظهر بضاعة جيدة أكيد ستدفع البضاعة الكاسدة وغير الجيدة عن الواجهة. فأنا أكرر شكري للأستاذ إبراهيم على تلبيته الدعوة أولا، وعلى ما قدم ثانيا، وأدعو هنا أدعو إلى أن تكون هذه الجلسة منطلقا لأفكار أخرى إن شاء الله، ولقاءات نوعية. ممكن أن يكون الموضوع المطروح اليوم مثلا ندوة أو مؤتمر علمي أو ملف ما في إحدى وسائل الإعلام، من أجل أن نوسع ما سمعنا اليوم، نوسع هذا النقاش ليصل إلى فئات أكثر وإلى مستويات أكثر وإلى أطياف أخرى مهتمة أو معنية بهذا الموضوع. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في أسابيع مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.